بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي باسم فتحي. عارف لما يعني أنت وأنا كلنا يبقى كل واحد فينا معاه شوية معلومات، فيبدأ ياخدهم ويبدأ ينزلهم في فيديو أو ينزلهم في شريط أو سي دي يسجلوا، ويبدأ كل واحد يعرفهم ويشتغل عليهم ويقولهم للتاني، فبتلاقي إن إحنا بننفذ الحاجات دي كلها وبننفذ التنمية اللي إحنا عايزينها لينا طبعا من كل اللي حوالينا. وتلاقي نفسك وصلت ان انت بتحط تدريبات وبتعرف تدريبات من ناس معينين وبتبدا تنزلها للناس اللي ما تعرفش ده، ويبدا كل واحد يقرا ويشاركك بالخبره بتاعته، فبتحس ان كلها يعني بقينا في مجال هو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين ان حد يبقى عنده حاجه معينه مش عايز يقولها للتاني فتلاقي ويخبيها وبتاع، فالحاجات دي كلها ما بتكونش مفيده لينا كلنا. فبالتالي بنبدا ناخد التدريبات دي كلها، في خلال ما احنا بندور على التدريبات دي بتكون في 4 اتجاهات مهمين. اول اتجاه فيهم وبنسميها اتجاهات التنميه، والانسان بيبقى في النص، وال4 اتجاهات دول حواليه. اول اتجاه فيهم بنسميه الاتجاه النفسي. اول حاجه وما بنتكلم في النفسي بنتكلم على زمان، والواحد حصل له ايه زمان، وبيفكر في الماضي ازاي، ومدرك الماضي بتاعه ازاي، وهل الماضي بيخليه يرجع لورا ولا بيخليه يروح لقدام. فبنبدا نتكلم في دي شويه وبنبدا نحللها وبنبدا نعمل بنسميها اعاده تقطير زي ما بنقول في البرمجه. فبتلاقي الشخص اللي ياخد من الماضي بتاعه حاجات بتديله دفعه لقدام، وليها تدريبات طبعا كتير وحاجات كتير جدا. تاني نقطه ودي برضه بتكون مهمه، انك بتدور ذهنيا ان الشخص يكون يعني ينمي نفسه ذهنيا ازاي، يبدا يقرا ازاي، يبدا يفتش ازاي، يبدا ياخد معلومات ازاي، يبدا ينزلها ازاي، يبدا يكمل تعليم. انا احب قوي لما اكمل، عارف انا دلوقتي بعمل حاجات وبعمل دراسات عليا واحب ان انا اكمل فيها باستمرار، ويا ريت كل الناس، لان انت بتقرا كده كده وانت كده كده بتعيش وانت كده كده بتنجح. طب ما تعمل الحاجات دي بدل ما انت قاعد بتلاقي نفسك قاعد ما بتعملش حاجه، يعني بتلاقي نفسك قاعد طول اليوم ما بتعملش حاجه. طب ما انت ممكن كمل دراستك، او ممكن تشوف شغلانه معينه، او تنزل كتاب، او تعمل سيريال. فبتلاقي الحاجات دي كلها احنا عايزين نقوم بيها وعايزين ننفذها. الاتجاه الثالث هو بنسميه اتجاه اجتماعي. ازاي يبقى عندك ذكاء اجتماعي انك تتواصل مع الناس اللي حواليك، ازاي تتواصل مع حد، يعني لو في شغل ازاي تتواصل مع اللي تحتيك، وازاي تتواصل مع اللي فوقيك، ازاي تتواصل مع الجيران، ازاي تتواصل مع الراجل اللي بيبيع لي حاجات تحت البيت، ازاي تتواصل مع كل دول عشان ابدا اخدهم ونبدا ان احنا يعني كلنا. يعني انت ممكن تشتغل، انت ممكن تقابل حد يعني تبقى عايز تشتغل معاه، يعني حد يبقى عنده ذكاء معين عايز تشتغل معاه مش عارف تقولها له ازاي، او ممكن يكون شخص معين انت نفسك ان هو يبقى معاك يبقى صديقك مش عارف تقولها له ازاي. فبتحتاج لغه وبتحتاج مهارات اتصال وبتحتاج اقناع وبتحتاج ذكاء اجتماعي عشان توصل لدول. الجزء الرابع يبقى كده قلنا الجزء النفسي والجزء الذهني والجزء الاجتماعي. الجزء الرابع جزء البدن الخاص بجسمك انت، ودي فيها حاجات كتير، فيها اليوجا. اولا بتتعلم اليوجا، ممكن تتعلمها من حاجات في شرايط، في حاجات على اليوتيوب، في سيديهات، ممكن تتعلم الحاجات دي كلها. فكده بتوصل للاكل، انك بتعرف بتاكل ايه. يعني اول حاجه يعني عارف التغذيه، انا لما درست التغذيه كنت اول مره اعرف ان الكربوهيدرات ما بتتهضمش في المعده، بتتهضم في الامعاء الدقيقه، ما كنتش اعرف المعلومه دي. فاكتشفت ان الانسان لما بيقعد ياكل رز وعيش ومكرونه بيطلع له عارفين البطن بيطلع له تحت حته بطن صغيره ما تعرفش جايه منين، فحته البطن الصغيره دي بتبقى عايز تنزلها لانها بتكبر مع الوقت، بتكبر تقعد تكبر فتضطر تكبر اللي فوقيها عشان يبقى الاثنين متناسقين. فبتلاقي نفسك ان انت يعني الرز والعيش والمكرونه والحاجات دي كلها ما بتتهضمش في المعده. الحاجات اللي بتتهضم في المعده، في المعده بتاعتنا اللي بنسميها البطن، يعني دي البروتينات، السمك، اللحمه، الحاجات دي كلها، في حاجات كتير موجوده. انت لو كتبت على جوجل الغذاء الصحي هيظهر لك كل حاجه بالسعرات الحراريه بتاعتها تقدر تنصح. والجزء البدني برضه في ان انا امارس رياضه، مش شرط احنا بنبقى مستعجلين. يعني تبقى مثلا لو تروح الجيم يوم واحد، فيبقى عايز النهارده رحت خلصت التدريب عايز يطلع لك عضلات النهارده، يعني مش بكره حتى مش تاني مره، لا النهارده يطلع لك عضلات. لو رحت لعبت رياضه معينه عايز تاخد بطوله النهارده برضه، فحتى لما تروح تتعلم مثلا انجليزي ولا حاجه تتعلم النهارده عايز تتكلم النهارده. فالاستعجال بنبقى مستعجلين مش عارفين، يعني كل حاجه بتحصل شويه بشويه بالاستمراريه زي ما طبعا كلنا عارفين، فكل حاجه بتحصل في حياتك شويه بشويه. ففي خلال ما احنا في السلسله دي هنبدا نتكلم عن الجزء النفسي والجزء الذهني والجزء الاجتماعي والجزء البدني، وهتبقى نقطه تحول في حياتك ليه. لو عصبي
العصر يبقى ده ليك. لو في حاجات كتير انت يعني في ناس مش عارف يقول لا، مش عارف يطلب حقه، فده ليك. لو عايز مهارات عشان تتطور بيها، تعرف ازاي تتعلم، من اكتر الحاجات اللي انا مهتم بيها في السلسله دي انك ازاي تعرف تتعلم في ايه موجود في المخ بتاعنا بيخلينا اتعلم، وفي ايه بيخليني ابعد عن التعليم. ايه هي الاساسيات اللي بتخليني اتعلم، زي التحفيز، زي الاسترخاء، زي التكرار، وايه الحاجات اللي عكسها بالظبط بتخليني مش عارف اتعلم، زي الاحباط، زي شخص محبط مش عارف او مستعجل، عايز زي ما قلنا عايز يتعلم حاجه تاثر عليه النهارده. فالحاجات دي كلها هنبدا نضمها. تعرف تتعلم ازاي؟ لو بتتعلم لغه هتعرف تتعلمها اسرع، لو بتتعلم رياضه هتعرف تتعلمها اسرع، لو بتتعلم حاجات هتعرف تتعلمها اسرع. بعد كده نفسك بتاخد كل دول وبتتعلم المهارات دي كلها. واتمنى انك لما تعرفها ما تقفش تعرفها لكل الناس اللي بتبقى طبعا حواليك، وتعرفها يعني كل، عايز كل الناس تعرف ده عشان نبدا ناخد طبعا خطوات خلال ما احنا ماشيين مع بعض. يعني فهتلاقي في السي دي اللي معاك ده او في الكورس الخاص اللي معاك دلوقتي، طبعا انت يعني بتلاقي نفسك بتتعب وبتدور عليه وبتدفع فلوس وبتاع علشان تعرف الحاجات دي كلها. فهتلاقي اربع اجزاء، الاربع اجزاء دول تقدر تكررهم باستمرار يعني، وتبقى دي حاجه خاصه ليك انت وخاصه ليك انت بس. وطبعا كل الناس اللي اخذت البرنامج ده وصل انك لازم تطبق التدريبات اللي فيه كلها، يعني كل تدريب فيه، والتدريبات ما بتتطبقش يعني بالتكرار. يعني احنا لما هتلاقي تدريب معمول هنا قدامك او تلاقي فيديو معين، فتلاقي لما تكرر التدريبات دي كلها هتبدا هي دي اللي توصلك طبعا لحاجات مهمه جدا. بعد كده هتبدا تعرف ان الفايده بتاعتك كلها هتبدا تكتبها وهتبدا تقولها للناس كلها عشان هم كمان يتعلموا زيك بالظبط. شكرا جدا لكم، دي مقدمه عن الاربع اجزاء اللي احنا هنتكلم فيها لما احنا شغالين.